السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وفي أحسن حال. درس النهاردة هنتعلم لو احنا حابين نعمل ديزاين سوشيال ميديا للسمنة أو للشغل اللي هو شغل جنة اللي بيكون موجود واللي بيعجبنا كلنا طبعا ومفيش اختلاف عليه. هنتعلم النهاردة نعمل ديزاين احترافي جدا إن شاء الله، وقت قليل قوي وبكل سهولة. عشان ما اطولش عليكم، لو انت أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدأ. دي الصور اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة، وكالعادة حملناها من جوجل فري بيك شاتر ستوك. تمام، فخلينا نبتدي كده بأول حاجة صورة الأرضية. تمام، أول حاجة هعملها هستغنى عن الجزء اللي فوق ده بالبين تول كده سريعا. تمام، هكبر المقاس ده شوية. وتاني حاجة هعملها هاخد صورة السماء اللي مديها شكل الغروب شوية، وهبدأ هنزل بالجزء ده تحت شوية، هرفع ده فوق. تمام، هقف عند صورة الأرض أو الستوك بتاعت الزراعة دي أو النجيلة، وهاجي هنا كده هختار الساتيوريشن وهدوس على علامة الصح اللي هنا، وهدوس كنترول ألت جي أو هعلم هنا عشان يدخل لي الساتيوريشن في الأرض فقط مش في السماء. وهبدأ أظبط اللون يكون قريب من السماء على أساس إن هو يبقى فيه انعكاس، يعني انعكاس لايت. تمام، هرجع للصور وهاخد صورة علبة السمنة، ده الشكل الجديد اللي انا دخلت على البيدج لقيته، يعني اخر شكل ومشغلين عليه. هكبره شوية. تمام، طيب الأرضية والساتوريشن هعمل ميرج الاتنين مع بعض، وبعد كده هعمل لاير جديدة وكنترول الت جي عشان ادخلها جوه، وهجيب البرش السودا هقلل الفلو، وهبدأ ادي اسود كده في الاجزاء اللي على الجنب بالشكل ده. تمام، ممكن ازود كله كده بالشكل ده، يعني مش يعني ميبقاش قوي، ممكن يبقى كده. تمام، واجيب الاستيكة سايز تمام كده، أقل الفلو شوية، وهبدأ أمسح كده الجزء اللي في النص هيديني الشكل ده. هظبط شكل السمنة. تمام، هرجع للصور وهشوف الصورة التانية هتكون ايه. هاخد صورة الفرخة شدها كده. طبعا كل صورة انا بحطها بشوف انا عامل convert to smart object ولا لا، عشان انا لو ما عملتش الصورة هتبكسل مني لو صغرتها او كبرتها، ولما بعمل فخلاص كده الصورة بتفضل محافظة على الكواليتي بتاعتها. هبدأ طبعا اصغر صورة الفرخة لان انا عايز التمركز البصري بتاع العميل بتاعي او العميل اللي انا مستهدفه يكون على المنتج بتاعي مش على الصور التانية او الاكلات، يعني فاخدوا بالكم من الاجزاء دي. تمام، هجيب صورة اللحمة. وهبدأ اشوف برضو الكونفيرت. تمام، هنيجي عند مرحلة الشادو. انا بس محتاج اظبط، هجيب جايد كده من فوق انزله تحت على اساس ان الاتنين يكونوا على نفس المسطرة او التلاتة كمان. تمام، هنيجي عند مرحلة الشادو، هقف عند صورة السمنة وهدوس كنترول جي عشان خاطر اعمل كوبي من اللاير، وهنزله تحت كده، وهدوس شيفت من الكيبورد وهشد من فوق لتحت بالشكل ده، وهعلي دي فوق شوية
وهنزل دي كمان شوية وكنترول يو وهعمل اللون الاسود بالشكل ده. هاجي عند فلتر وبلور، ممكن موشن بلور. تمام، شايفين السهم اللي واخد شكل العرض ده؟ لا انا هخليه طول عشان الموشن بتاعي يبقى بالطول. تمام، وهبدأ ازود كده فما ظبطتش معايا، فهرجع تاني بالعرض الشكل ده. تمام، هبدأ اجيب الاستيكه، هقول له اوكي، وهقلل الفلو كده خالص. تمام، وهصغر السايز وهبدأ امسح بالراحه الاجزاء اللي في البدايه هنا كده. تمام، كنترول تي، ركزوا معايا، هشد الجزء ده من هنا كده والجزء ده من هنا كده على اساس ان هو يعرض لي الشادو من تحت ويكون ايه مظبوط على العلبة من فوق. هقول له اوكي، ففي اسود ورا كده، هجيب الاستيكة وهبدأ امسحه من هنا زي الفل. طيب الخطوة اللي بعدها هجيب شكل الزراعة اللي طالعة دي، هحطها فوق خالص بالشكل ده، هصغر تكون بس حاجة بسيطة، محدش يعملها كده ولا يعليها ولا الكلام ده عشان ما تغطيش على صورة المنتج. وهعمل له ساتوريشن، وبرضو هدوس هنا وهعلم هنا وهبدأ أقلل كده. تمام، اللايت بتاعتها زي الفل. طيب ركزوا معايا، انا كده عملت شادو بس العلبة عندي لسه منورة كده من الاجزاء اللي تحت، فانا محتاج اضللها برضو عشان الموضوع يكون فيه دمج اكتر. فهعمل لاير جديدة، كنترول الت جي، هجيب البرش وهبدأ بالراحة جدا امشي كده على الاجزاء الفاتحة اللي تحت. طبعا مش هسود الدنيا ولا هقفل الموضوع، لا انا يدوب بس بديلها لمسة كده صغيرة بس كده. شايفين طبعا الفرق، فأصبح العلبة أكنها إيه يعني مدموجة كويس. طيب الشادو ده أنا محتاج يكون أطول شوية بالشكل ده. تمام، ممكن أخد كوبي من الشادو ده أحطه تحت الفرخة. تمام، هبدأ أظبطه. لو انت حابب تعمل شادو جديد براحتك، بس عشان وقت الفيديو وفي الاخر هيديني نفس النتيجة برضه. يعني هبدأ اظبطه بالشكل ده، جميل، واخد منه كوبي برضه بس هبدأ اظبطه بالشكل ده. تمام، وهجيب الاستيكة هبدأ اخف الشادو من ورا شوية بالشكل ده، جميل جدا. طيب الخطوة اللي بعد كده نرجع للصور نشوف احنا معانا ايه. هبدأ اخد صورة السكاي او السماء اللي هي دي، هبدأ ارفعها فوق وهجيب الاستيكة اكبر السايز، هخلي الفلو مثلا 60، هبدأ امسح كده الاجزاء اللي تحت وهستكشف الجزء اللي فوق فقط عشان يديني الشكل ده. طيب كده معانا اللوجو ومعانا صورة كلمة رمضان. طيب خلينا نظبط شوية حاجات هنا الاول. يعني انا مثلا هقف فوق الارضية، هعمل مثلا لاير جديدة وهدخلها جواها، وهجيب البرش وهختار مثلا اللون الاخير ده. تمام، وهبدأ امشي على الارضية الاول كده بالشكل ده على اساس ان هو فيه انعكاس لايت كده ضارب يعني في الارض اهو. تمام، ركزوا معايا، هدوس كليك يمين كده على اللايت اللي احنا عملناها وهندوس فوق خالص، وركزوا في الباور اللي تحت ده، هدوس الت وهسحب كده. شايفين اللي بيحصل معايا ايه؟ وبيعمل تشبع كده او بيدمج لك اللايت اللي انت عملتها اكتر في الارضية يعني. تمام، هرجع كده اشوف الصور اللي معانا. كده احنا معانا السموك ومعانا رمضان ومعانا لسه الهلال. طيب نيجي لخطوة الهلال اتعمل ازاي. هجيب الدايرة وهعمل دايرة هنا كده بالشكل ده، خلينا نرفعها فوق خالص عشان نبقى شايفين بس
وهعمل كوبي من الدايرة دي وهخليها مثلا لونها اسود، وهبدأ اظبط شكل الهلال بالشكل اللي انا عايزه كده، او حابب اصغر حابب اكبر براحتك. في الاخر هعمل الاتنين راسترايز، وهعمل ميرج او كنترول اي على طول هيعمل لك ميرج. هجيب الماجيك وهعمل سيلكت على الاسود وهدوس ديليت، هيديني شكل الهلال بالمنظر ده. هغير لونه اخضر مثلا، اقول له اوكي، هعمل لاير جديده، هعمل الاتنين ميرج عشان لو دمجت حاجه جواه تكون ظاهره معايا. هجيب البراش، ركزوا معايا في الخطوه دي، هعمل لاير جديده وهدخل اللاير جوه الهلال، صغر السايز شويه، ركزوا، هاخد من نفس الدرجه بتاعه الهلال وهفتح سنه صغيره جدا، كبر السايز، وهبدا اشد من هنا كده وطالع اهو. انا بعمل لايت في نص الهلال ليه؟ عشان انا لو عملت ميرج الاتنين مع بعض خلاص، وجيت كده عند الكيرفز مثلا ورحت رافع الجزء ده فوق كده بالشكل ده ونزلت ده، فاصبح هو عطيني شكل 3D ممتاز طبعا بدون ما نتعب ولا ايه ولا اي يعني صعوبة في الموضوع. طيب انا عملت ميرج خلاص اهو. طيب هاجي عند البراش وهنجرب حاجة مع بعض، هاجي كده هنزل لكم كمان المجموعة دي مع بعضها، فهاخد صورة الهلال بالشكل ده تمام، وهعمل لاير جديدة وهخلي اللون الأبيض وهعلي الفلو وهدي كليك هنا كده، شايفين الشكل اللي عطهوني البراش ده، وهظبطه وكنترول الت جي هدخله جوه. انا بس عايز اول الهلال يكون الشكل اللي احنا متعودين عليه، او اللي هو بيكون شبه القمر شويه تمام. ومن هنا كده هبدا اشوف ايه اللي ممكن يبقى مناسب، فخلينا مثلا في الاوفرلي كويسه تدينا حاجه بسيطه يعني تمام. هعمل ميرج الاتنين مع بعض وهشدهم تحت خالص بالشكل ده. هبدا طبعا اعمل كونفرت الاول عشان لو كبرت الهلال او حاجه، وهبدا اظبط الهلال يكون جاي على المنتج كده على اساس ان احنا بنقول ان ده هيكون موجود في رمضان، يعني حتى لو مش هنكتب الكلمه فانت فهمت ان الهلال ده المنتج ده هيكون في رمضان بيعمل ايه. طيب هننوره شويه، يعني هو في نور حصل بس بسيط اهو، انا مش عايزه يكون اوفر. وهاجي هنا برضو هخلي فيه لايت تكون من جوه بس كده، اقول له اوكي تمام، وهرجع للصور اشوف احنا ما خدناش ايه. هجيب اللوجو بتاع جنه تمام، وهاجي هنا كده تمام، وهرجع هجيب كلمة رمضان، يمكن انا استسهلت شوية في الكلمة وجبت حاجة كده كيس تكون الكواليتي مش قوية بس مش مشكلة تمام. احنا ممكن نظبط الكواليتي لو هي مبكسلة اوي بالشكل ده، ممكن نجي عند فلتر ونجيب شاربين سمارت شاربين تمام. ركزوا كده، لو زودت في الارقام دي هتلاقي ان شايفين البكسله راحت، هدوس له اوكي وهعمل سيلكت كده على اللي انا عايزه، الموضوع سهل وبسيط تمام. واخد الكلمه معايا بالشكل ده، هعمل لها كونفرت برضو كنترول يو وخليها اللون الابيض، وهبدا ادي لها دروب شادو كده خفيف زي اللي معمول في جنة بالشكل ده تمام. هكبر الكلمة يكونوا يعني قد بعض شوية تمام، وهكتب هنا كده معاكي في، واغير الفونت لأي فونت يكون سيمبل كده وبسيط، يعني ما يكونش الموضوع ايه حاجة بسيطة قوي تمام. وممكن اجي هنا كده عند رمضان هدوس كليك يمين على اللاير، وبعد كده كوبي لاير ستايل، وهاجي عند معاكي هقول لها بيست لاير ستايل، ما غير ليش اللون كتر خيرك عشان انا ما كنتش عاطيله كولر اصلا، فارجع اديله الابيض من هنا تمام. هجيب اي مربع يكون واخد من الهوية البصرية بتاعة المنتج الاخضر،
الغامق بالشكل ده، وهاخد الت كده وهشد عشان اخد من نفس الكلمة. جنة معاك في رمضان بشكلها الجديد. بس كده نبقى خلصنا من الكلمة، اللوجو، كل الكلام ده. طيب هاخد كل الموضوع ده كده اطلعه فوق شوية زي الفل. طيب هعمل لاير فوق السكاي، وهنجرب نعمل زي شادو كده خفيف بالشكل ده، وننزله كده ونشوف. ولو قللنا الاوبسيتي شوية تمام، حاجة بسيطة كده زي الفل. طيب هنيجي ورا كده بقى، ورا المنتج خالص، مثلا هنعمل لاير جديدة. هجيب البراش وهشوف مثلا اي حاجة تكون فيها تعوجات والكيرفات والكلام ده، خلي لونها ابيض، هقلل الفلو، وهبدأ ادي كليكات كده في الحتت دي، هتديني زي سموك كده بسيط يعني، بس هحاول اقلله عشان مش عايز الموضوع يكون ظاهر قوي. زي الفل قوي، جميل. طيب هطلع فوق خالص، هنيجي بقى عند اخر خطوات. هجيب مثلا الكيرفز وهنزل عند البلو، وهبدأ اطلع بالجزء اللي تحت ده شوية كده، مش قوي كده تمام. هنيجي عند الاخضر كمان جرين، نبدأ نشوف كده ممكن نطلع بإيه. زي الفل، شايفين طبعا اختلاف بسيط قوي، بس هحاول اقلله عشان ما يبقاش اوفر قوي كده. جميل جدا، جميل جدا. طيب هنشوف الكالر بالانس كده، ونبدأ بسيطا 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 ايه بس تمام. هبدأ اجيب مثلا برايتنس ونشوف زي الفل. طبعا كده مش معانا حاجة تانية يعني هناخدها، وبكده يكون خلصنا الدرس في خطوتين تلاتة اربعة خمسة ستة. يا رب يكون عجبكم، مستني رأيكم، واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.